متابعي واضح، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا من داخل استاد البيت الذي اكتشفتموه خلال الأعداد السابقة من الخارج. اليوم المباراة بين الجزائر وتونس نهائي كأس العرب، ستعيشون معنا كل ما حصل في هذه المباراة قبل، أثناء وبعد هذا الموعد الكبير. ابقوا معنا. ان شاء الله اشقاء واخوان، يعني واللي يربح نحن الاثنين فرحانين ان شاء الله. تونس وان شاء الله الجزائر. احنا جينا اليوم استاد البيت باش نتفرجوا على المنتخب القومي نتاعنا، المنتخب التونسي، احنا والمنتخب الجزائري خاوه، دم واحد تراب واحد، بس رانا راح نفوز عليهم ان شاء الله. هو فزنا ولا ما فزناش، ديما خاوة كيف ما يقولوا. إن شاء الله الفوز للجزائر 1-2-3 في فراجيري. ربي يوفق الفريقين، أنا تونسي نتمنى الربح للتونس، وإذا ربحت الجزائر وخيينا يعني أنفا، هي راهي مباراة متاع كرة قدم. تحية تونس، إن شاء الله مربوحة يا ربي، إن شاء الله مربوحة. انا مغربي وجيت اليوم نتفرج في المباراه ديال تونس والجزائر، جيسبيغ يكون ماتش بيان وتونس تربح ان شاء الله. انا من السودان، الليله جيت نهائي كاس العرب، ان شاء الله انا مع الجزائر وان شاء الله تفوز الجزائر وخوة ان شاء الله. جمال حمدون، كبير مشجعي منتخب مصر، انا النهارده مع جمهور الجزائر لان جمهور الجزائر محترم وما غلطش فينا، واحنا اللي بيقدرنا احنا بنقدروه. كلنا مع بعض لتونس والجزائر، والله اي واحد فوز اليوم ان شاء الله، امور طيبه. مباراه ياسر حماسيه ومباراه قويه على الاخر، الشوط الاول قوي، ان شاء الله يكملوا على المنوال هذا ونتمنى الفوز لتونس ان شاء الله. دوزاميتون ان شاء الله يماركيو ويفرحونا. نهاية الوقت الأصلي لهذه المباراة بهي 0-0 بين تونس والجزائر، في انتظار ما ستسفر عنه الأشواط الإضافية وقد يتوجه الفريقين إلى الضربات الترجيحية. ابقوا معنا. تعادل في تقريبا في كل شيء، في حتى في البطاقات. في بما أنه احنا جيران نتقسموا كل شيء، حتى الكبش نروحوا به، تروح به الجزائر ولا تونس نقسموا في زوز، هم ياخذوا شطر واحنا شطر. اللحظات الأخيرة من المباراة، يبدو أنك لا تستطيعين متابعة النهاية. لا ابدا، مش ممكن. I come all the way from England to watch Algeria and now I have heart attack، يعني القلب بتاعي راح ينفجر. فوالا. نصل إلى نهاية هذه البطولة، البطولة التي أمتعت الجميع وأبهرت العالم بأسره، البطولة التي توج بها المنتخب الجزائري بجدارة واستحقاق إثر فوزه على المنتخب التونسي في النهائي. إلى أن نلقاكم في مواعيد أخرى، ابقوا أوفياء لواضح.